بصفتي لاجئ فلسطيني وبصفتي فلسطيني يعتز بأن في بلده وفي وطنه وفي أهله رجالات رفعوا رأسنا وأشعرونا بالعزة والكرامة. أنتم من في السجون وتحت الاحتلال وتقاومون بكل الوسائل، نحن هنا لنقول لكم أنتم رفعتم رأسنا، ونقول لكم أننا معكم وسنبقى معكم وسنبقى ببقائكم. أنتم الحياة، أنتم الأمل، أنتم الرأس المرفوع الذي سينهار أمامه وسينحني كل رؤوس الظلم والعدوان والبطش في هذا العالم. بارك الله فيكم. من أخوكم طلال أبو غزالي ومعي أخي وصديقي معالي صبري صيدم الذي نفخر بأنه معكم ومعي في نضالنا في وسائل نحن نقدر عليها، لأننا عاجزين أن نحظى بشرف أن نكون معكم. أنتم حظيتم بهذا الشرف ونحن محرومون منه، ولذلك نناضل بطريقتنا وفي مكاننا ومن موقعنا لنفس الأهداف التي رسمتموها والتي ناضلتم من أجلها، والتي نفخر بأنكم تقودوننا ونحن وراءكم ومعكم فيها. والله معكم.